إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله تعالى. يا الله باروتشوي الله يزاكم بما تعزز يكلكلاتهم بما كلكل هلم بهلم نقرلاي بهلم بوتالاي ميقبهم فرات شافروت اللهم بمفرات بدنيا باخرة سلام الجنيا. الله تبارك وتعالى مفراتا بمتو سميتا بمكتل موتات كما يشلوت أدقاوست مقباتي كتلا يسول جوج قيتاتشون يميفروت لقيتاتشو بالاتشو قتلكنو. الله تبارك وتعالى بميقبا يميوك سموتشون باهري وچون يميوك هيال اندهون يميوك قتاتو برتو اندهون يميوك اندمي كوتا اندمي كتا يميوك سراتشون سواتشون لاستكاكلو دقمو مهرة اندمي عدرق جنة اندمي شلم يميوك قيتاون بميقبا يفرا يسول جس لقيتاو يعلوكت بان نسا كتر يجيتهم بحري يجيتهم سراء ما يوك يجمال لك سميتوني كتلا نفر لكي هنا يسأل جوج سلا الله رحمة بچا سياوكو كتاتو برتو مهونون إذا نقالو سلا كتاتو بچا سياوكو رحمة سفي مهونون إذا نقال ما ننيوم كشريحة يموتات يما فنقد مكنيات يقنزابي على منورنا يعملكاكت مبلاشت مزاباتنا بلفوتو لت خطباوشن داينو وزو سووش يتلايو ملكام سراوشاكشون تسفاب مادرق وانجلوشن الدفران. يا الله تبارك وتعالى مهاري النت بما استوس يكتاتون برتو النت يزانا قال يهي يالاواكي النت عاندو التيتن. ودا الله تبارك وتعالى ميدرق وقوزو وهولت كنفنو ميبررو من نعم بسلام جنة معرفة ميفلق سو ودى جنة ميبربت هلت كنف لينور يقبا يتسفانا يسقات كنف هلتهم تمتاتا يمهن اللبات شو يبرارا كنفوج عندو كنف سبارا كهون عجر كهون تيلان يو رجم كهون براراو غزو بسلام يتناكد بزو سووج بالا واقينت بسميت بمندات يا الله تبارك وتعالى يقرب عين الناس لا يتنترسوا تسفى درغو يعززاتشون سيامزو يكلكلاتشون سيدافروا شديد العقاب يبرتو قطات بالبيت ياسامامي قطات بالبيت مهونون سيرسو يتاي. الله تبارك وتعالى مدفات ياللباتشو سووچن مدفات كفلغة ما انما يملسو سووچ رغمو ميتفوت يميكتو سووچن الله ميكتو بوانجالاتشون. قرآن لا يبزو تاريخ وشتا نقرونا يتلايو يتفو سووشن تاريخ كنقرن بحالا وما هي من الظالمين ببعيد بلا نجي سووشي يتفوها اتشو كافيرا وفي الدنيا لا ينفع يكتوها اتشو ببدلا اتشو مكنياتنو ما انم كبدل مسرات الى اللبتن كسرى متو الى اللبتن كتو كمسلم ما يتبق النقر كادر رقى يكتا يشلان يكتاتو اهنت بالله يمال هذا سولج الله يكلكلون كما دافروا يعززون كما مزوغا الله مهارينو ليلا يقبام يالا اندهون كتالاقو يعبادا سو كمعروف الكرخي
رحمه الله عند تنقروا رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق بلا سيازه ما تتعززوا الله سيازه ما تتعززوا تأزازون متامزوا الله يمرنيال يازن اللينيال بلاه مكجله خذلان وردتن يتوارد كسونه حمقنا ومنينتنا يمنينته ملكتنا يوا الله تبارك وتعالى عزهم بكمال تهكا كل كلو قال مكل كلهغا الله يمرنيال بلا هتكجل الله تبارك وتعالى مونيا ادلم على باقي ادلم يمونيا ملكاتنا استساسب نو يالون الله تبارك وتعالى دنيا لاي تننش نغروچن انكو يسرقسو 3 درهمن يسرقسو اجو دي قرط الله دنگغوا يسوقان يانسا اسورتون باموالا ملكو سرقوت ميبال وانجلن يفصمه اجو يقرطوا دغامي كقرط ليلا اكالو يقرط تبو ارات اججغروچ يقرطو كله تبولا دنيا لاي وانجل بمسراته اجه يقرط بلو يدنگگ گيتا زموس بمسراته ياغبا كهونه توغرو يگدل ياغبا كهونه يگرف يتاسر كهاجر يبارر بلو يدنگگ گيتا الله أخيرا لي كزيه التنان نسكتات لنبيبا عندما يزقا جات التراتير تبولا ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى دنيا لي سرك بلو خمر تتح بلو أمن الزرك بلو يوانجل إن يامك جاهق ياسكم متى قيتا الله أخيرا ستهير يميت بقه قتات بزيتو بتو تقدتو وانجلو لالتراق فلسو يبرتا عندما يهون تبك يا أخيرا قتات كدنياو يلك كباد نو قاميم نو زل عالماويو نو يلا الحسن البصري ميبالو تابعيال يصحابة ماري أم سلامة بيتي عدقو ينبي بيتي سبقا يعدقو نعيشا نغقراتشون سيسمو هي ينبي نغقري مسلاليالو مكراتشون ميادن كلاتشو سو بزماناتشو ينبرو سووش يعبادة عالكا بزوك زي عالك سونا لمن دنو متالك سو تبرو تديب بزو گزی سیالکو سوش چایواچو لمن دنو لکسو متا بزاوالواچو قال اخافو ان يطرحني في النار ولا يبالي اني اندو میاس فرعی نگر اللہ اللہ تبارک و تعالی ساتھ لائن دائیت لائن فرعالو من ما يمسلو مبتونو فعالو لما يريد يفعلو ما يشان يسو لجو چنبمولو بیکتا اللہ کهون يکتاو اقباب جنة بيازغبام رحمة ميكتا چون بيكتا مدر لا يالو تنبمرو بيكتا يالا اقباب كتا هايبان الله لسول جو چيوالو نعما سقا ازيه دنيا لا ينقا لمنو رت يسلام انورو مبلات مددات متنفس واقا ميهون كفيا ميهون هذل هزي دنيا لا يسرات شوت ملكام سرا هلو دنيا لا نورات شوبت يهونا لخيرا لا يمنم يلا چونبلو هلو نميسول جو چنو دا اساتي بيوسدنقا لمن ايبان جن رحيم من وعي درج الله أن بميت جبام ياوكو باروش جن لو وانجل عند يسند ميسرة أياوكم يتبال الله شو كعبادة وجه الله إن كما تجزوجي وانجل لسراب يلونكو أيش ربتهم يبال الله شو جلس يسجدوم يادرو كان سيسومو يميولو كافات شو ذكر دعاء قرآن ملكام نك جرنجي يمي ودا أينا شو مدفو يمي أي تبات شو لاي يا الله فرات يا الله ديتا لمو منوش خير ما سبنجي يليل نزو يا الله باروش كيف تكون لك ان 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 منو لم نزي ثونا له سيلاتشو وانجل فرتو نديه ميهونو مسلاتشو سلنا برد جواه شينا بردن شو بناين جلبان السنة وانجل نما شينو ميأكل الفرامان يلا ميأسمع زجبوت وانجل راسشو نيو كار تنقو كناشو نقداشو سراشو وانجل عنا برم ملكام سرانج تاري من دونه متفرو سيبارو فسامي انداي بلاش اشر رشالاي ونيتاي انداي بلاش ونقلب وافيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الله لبوشنا يقرب أبدا نبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة بالبيت هاي توري لو كم نتناقروت بزوج زي دعاء سيادرقو لبينات نالين
ያንተ ዲን ላይ አንተን መታዘዝ ላይ ልቤ ነጽናልኝ ነው ነው ለምንድን ነው ይሄን ዱዓ መታበዛው ሲሏቸው ወይነከ ለዓላ ሲራጢ ሙስተቂም አንተ ቀናው መንገድ ላይ ነው ያለው ብሎ አላህ የመሰከረላቸው ሰው ከማንም በፊት መጥቼ ጀነትን አንኳኩቼ አስከፍቼ መገባው እኔ ነኝ ያሉት ሰው የነቢያት አለቃ የሆነው ሰው ልቦች ሁሉ ያሉት በአላህ ሁለት ጣቶች መሃል ነው። ልቦችን አላህ እንደፈለገ ይገለባብጣል። ልቤን እንዳይገለብጥብኝ ፈርቼ ነው ይሉ ነበር ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ማታ ሳይተኙ ያድሩ ነበር። ሲሰግዱ ሲያለቅሱ ከጎሮሯቸው ከደረታቸው ከልባቸው የሚወጣ ድምፅ ነበር። ምድጃ ላይ የተጣደ ድስት የሚያወጣው አይነት ድምፅ አላህን ፈርተው ከማልቀሳቸው ይመጣ። ታዲያ እኛ ማን ነን? ምን ይዘን ነው እንደፈለገን የምንሆነው? እንደሻን የምንሆነው? የፈለግነው የምንናገር? ደስ ያለንን የምናደርግ? የደበረንን የምንተው? አላህ ተባረከ ወተዓላ ለእያንዳንዱ የሰው ልጅ የሚገባውን እንደሚሰጥ ነግሮን ፈመን ያዕመል ሚትቃለ ደረቲን ኸይረን የራህ ወመን ያዕመል ሚትቃለ ደረቲን ሸረን የራህ። ይህ ቁርአን ቃል ቅንጣትን መታክል ኸይር የሰራ ዋጋውን ያገኘዋል፣ ብናኝን ቅንጣትን መታክል ሸርም የሰራ ዋጋውን ያገኘዋል። ይህን የቁርአን ሱራ ሁላችንም የምናሐፍዘው ምን ሰማም መግሪብ ላይ ዒሻ ላይ የሚደጋገም ጃሚዕ የሆነ ሱራ። ከዚህ አንቀጽ የት ነው የምንሄድ? ሁሌ ሊገስዘን ሊመክረን ይገባል። ኢማም አሕመድ አነሳኢ ዘግበውት አልባኒ ሌሎችም ሶሒህ ባሉት ሐዲስ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቂዕ ከሚባለው ከመስጂዳቸው በቅርብ ርቀት ላይ ከሚገኝ የቀብር ስፍራ እያለፉ ኡፍለት እጭ እንደው አንተ አሉ። አቡ ራፊዕ የሚባል ሰሓባ ቦታው ላይ ነበረ። እሱን እጭ ያሉት መስሎት ደነገጠ። ከዛ እሱን እንዳላሰቡ ሲነግሩት ምን አሉ? አንተን አይደለም እዚህ ጋር ቀብር ውስጥ የተሰቃየ ያለ ሰው አለ፣ እሱን ነዋ። አላህ አሳይቷቸው አላህ አሰምቷቸው ኡፍለክ እጭ እንደው አንተ ያሉት ቀብር ውስጥ ያለውን አላህ አሳይቷቸው። አንድ ግለሰብ እገሌ የሚባሉ ሰዎችን መንደር ዘካ ሰብስቦ እንዲያመጣ ልኬው ነበረ፣ ሰደቃ እንዲያመጣ ልኬው ነበር። ወደ እኔ እንዲያደርስ ከተሰጠው የሰደቃ ንብረት ውስጥ አንዲትን ኩታ ደብቆ ለራሱ ወስዶ ነበር። አሁን የወሰደውን ኩታ የሚመስል እሳት አላህ አልብሶታል ቀብር ውስጥ አሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይሄ ለነቢይ የሚላላክ ሰው ነው። አንዲትን ኩታ በመደበቁ ቀብር ውስጥ ተመሳሳይ የእሳት ኩታ አላህ አልብሶት አየዋል። ተቆጥሮ የማያልቅ ተዘርዝሮ የማያልቅ በመዝገብ ቢሰፍር ኖሮ የመዝገቡ ወጪ አሳስቦን እንኳ ከወንጀል እንድንታቀብ የሚያደርገን ቀን ከሌሊት ምንሰራው ወንጀል እያለ ጸባያችን ከአላህ ጋር የሚበላሽበት ምክንያት ምንም አይደለም። አላህን አለማወቃችን፣ የኢማናችን መድከም፣ የቀብር የአኼራ ህይወትን መዘንጋታችን፣ ይሄም የተነገረን ለእኛ መማሪያ እንዲሆን ነው። ለነቢይ ይሄን አላህ አሳውቋቸው እሳቸው ወደ እኛ ያስተላለፉት ለእኛ መማሪያ እንዲሆን። ጌታ አላህ ቅጣቱ ብርቱ እንደሆነ ነግሮናል ሱረቱል ብሩጅ መጨረሻ ላይ። ይሄም ብዙ ጊዜ የምንሰማው ኢነ በጥሸ ረቢከ ለሸዲድ ኢነሁ ሁወ ዩብዲኡ ወዩዒድ። ጌታ አላህ ቅጣቱ ብርቱ ነው። መቀጣት ያለበትን አካል መቅጣት ባለበት መልኩ ይቀጣል። ወንጀልን ትንሽ ነው ብለህ አትናቅ፣ አላህ ዘንድ ከባድ ሊሆን ይችላል። ፈዓሉ ሊማ ዩሪድ ነው ጌታ አላህ፣ የፈለገው የሚያደርግ ነው። ምንም እንኳ የሚያደርገው ነገር ሁሉ አግባብ ቢሆንም እዚህ ከአላህ ጋር ተባረከ ወተዓላ መጣላትን፣ መዳፈርን፣ መራቅ፣ መጠንቀቅ፣ በፈቀደልን ልክ መገደብ የእኛ ሞት አለብኝ፣ ቀብር አለብኝ፣ ሲራጥ አለብኝ፣ ሂሳብ አለብኝ፣ ከፊቴ ጀነት ወይም ጀሀነም ይጠብቀኛል፣ ከሁለት አንዱ አይቀርልኝም የሚል ሰው የቤት ስራው ሊያደርግ ራሱን ይቆጣጠር ይገባል። بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسول جوج كفيلوچو بقلب مدرك مكنيات جيساتشون يميامسو سيهون
ከፊሎች ደግሞ በውቀት ማነስ ምክንያት ነው ጌታቸው የሚያምጹት ህጉን የሚጥሱት። የሁለቱም መፍትሄው አላህን ተባረከ ወተዓላ ማወቅን መማርን ቁርአን መቅራትን የነቢን ሐዲስ መስማትን ማብዛት አላህ የሚወደው የሚጠላውን ባወቅን ቁጥር ለጌታችን ያለን ፍራቻ ይጨምራል፣ ያለን ውዴታ ይጨምራል። በተማረን በቀራን ስለ ዲን የተጻፉ መጽሐፍትን ባነበበን ዒልም የሚሰጥባቸው መድረኮች ላይ በተቀመጠን ቁጥር የረሳነውን እናስታውሳለን። የዘነጋነውን ቸላ ያልነውን አሳሳቢ መሆኑን አምነን እንቀበላለን፣ ብዙ ጥቅሞችን እናገኛለን። የደረቀውን ቀልባችንም ማርጠብ እንችላለን። ሰዎች ወንጀል ላይ የሚወድቁት ወይም ቀልባቸው ደርቆ ነው ወይም ወንጀል መሆኑን ሳያውቁ ቀርተው እዚህ ዱንያ ላይ አላህን የፈራ አኼራ አይፈራም። በሰላም ሰተት ብሎ በደስታ በመላእክት ታጅቦ ጀነት ይገባል። እዚህ እንደፈለገ የሆነ ግን አኼራ ያን ክብር አያገኝም። እዚህ አኼራ ላይ ላለመፍራት እዚህ አላህን መፍራት ያስፈልጋል። ኢነማ የኽሻ አላህ ሚን ዒባዲሂ አልዑለማ። ከባሮቹ ውስጥ አላህ የሚፈሩት አዋቂዎቹ ናቸው። አላህ የሚያውቁ ናቸው። ቅጣቱ ብርቱ እንደሆነ የሚያውቁ፣ ምህረቱ ሰፊ እንደሆነ የሚያውቁ ምህረቱን ይከጅላሉ። ቅጣቱ ብርቱ እንደሆነ የሚያውቁ ቅጣቱን ይፈራሉ። በራሳቸው የሚመሩ የያዙት መንገድ መጨረሻ ላይ የጀሃነም ገደል ውስጥ ይከታቸዋል። ስለዚህ የሰው ልጅ ጌታው የሚፈራው በእውቀቱ ልክ ነው። የሚገባ አላህን መፍራት አላህን ለመገናኘት መጓጓት ከፈለገን አላህ የሚያውቀውን የሚወደውን አውቀን ልንሰራ የሚጠላውን አውቀን ልነተው ይገባል። ይህን የጌታችን እንፈራል። ጌታቸውን በሚገባ የሚያውቁ ወንጀል ሳይሰሩ እንኳ ይፈሩታል። ቀደም ሲል የሐሰንን ታሪክ የሐሰን አልበስሪን ታሪክ አንስተናል። ታዘውት ቀን ከሌሊት ታዘውት ሰግደውለት ጾመውለት ይፈሩታል። አላህ የማይፈሩ ደግሞ አላህን በሚገባ የማያውቁ ደግሞ የሻቸውን ሰርተውም ይምረናል። ለጀሃነም ካፍሮች ይበቋታል ይላል። መላእክቶቹ እንኳ የጀሃነም ጉዳይ አሳስቧቸው ያለቅሳል። ኢማም አሕመድ ከአነስ ብኑ ማሊክ ከረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኻድም ባስተላለፉት ሐዲት ላይ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለጅብሪል ማሊ ላ አራ ሚካኢል ዳሒከን ቀጥ አሉት። ጅብሪል ሆይ ሚካኤል የሚባለው ባልደረባህ ጭራሽ ሲስቅ አይቼው አላውቅም፣ ለምንድን ነው የማይስቀው ሚካኤል ብለው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሌላኛውን መላይካ ጅብሪልን ጠይቁ። ጅብሪል ሚካኤል የሚባለው መላይካ ማይስቅበትን ምክንያት ሲመልስ ማ ضحከ ሙንዱ ኹሊቀት ናር። ሚካኤል የሚባለው መላይካ የጀሃነም እሳት ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ስቆ አያውቅም። መላይካ የጀነት ነው፣ ጀነት ውስጥ ነው የሚኖረው። መላይካ ፍጹም አላህን አምጾ ማያውቅ ፍጡር ነው። ላ ያዕሱነ አላህ ማ አመረ፣ በፍጹም አላህን አያምጹ፣ አድርጉ የተባሉትን ሁሉ ያደርጋሉ። ከመሆኑም ጋር ሳዳቱል መላኢካ የሚባሉ አሉ። የመላኢኮች አለቃ ትልልቅ ደረጃ ያላቸው ከአላህ ቅርብ የሆኑ መላኢኮች አሉ። ከእነዚህ መሃል አንዱ ሚካኤል ነው። ሚካኤል እሳት የጀሃነም እሳት ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ስቆ አያውቅም፣ ስጋት ላይ ነው ያለ። የኻፉነ ረበሁም ሚን ፈውቅህም ወየፍዕሉነ ማ ዩእመሩን ወሁም ሚን ኸሽየቲሂ ሙሽፊቁን። ከበስተላያቸው ያለውን አላህን ይፈሩታል፣ ያከብሩታል፣ ስጋት ላይ ናቸው ይላል የቁርአኑ ቃል። ምን አድርገው ነው የሚሰሩት? ውስጣቸው ላይ ሻህዋ የለም መላኢኮች፣ የመጥፎ ነገር ፍላጎት የለም። እስትንፋሳቸው ፍላጎታቸው ዒባዳ፣ ዚክር፣ ሶላት፣ ርኩዕ፣ ስጁድ ነው። አንድ አላህን አምጸው አያውቁም። ከመሆኑም ጋር ወሁም ሚን ኸሽየቲሂ ሙሽፊቁን፣ አላህን ከመፍራታቸው የመጣ ሁሌ ስጋት ላይ ናቸው፣ ስቀው አያውቁ። አላህን ስለሚያውቁ ነው በዚህ ልክ የሚጠነቀቁት የሚፈሩት። የሰው ልጆች ምርጥ ከማናችሁም በላይ አላህን ፈራለሁ፣ ከማናችሁም በላይ አላህን አውቀዋለሁ፣ አከብረዋለሁ ያሉት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዴ መንገድ የሄዱ ሳለ ሰብሰብ ያሉ ሰዎችን አዩ። ምንድናቸው እነዚህ ብለው ጠየቁ። ሰው ሞቶባቸው ጉድጓድ እየቆፈሩ ነው አሏቸው። ፈጠን ብለው ቀብር የሚቆፈርበት ስፍራ ላይ ሄደው ከቀብሩ አፍ ላይ ተንበርክከው ማልቀስ ጀመሩ። ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልቅሰው አልቅሰው ጉንጫቸው ጽማቸው ርሶ የእንባቸው ብዛት መሬቱንም አፈሩንም ጭምር አበሰበሰው አራሰዋል። ከዛ በኋላ አይ ኢኽዋኒ ሊሚስሊ ሃዘል የውሚ ፈአዒዱዋ፣ ወንድሞቼ ሆይ ለዚህ ቀን ተዘጋጁ አሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከእኔ በፊት ማንም ጀነት አያስከፍትም፣ መላኢኮችም በሩን ሳንኳኳ ማነህ አንተ ሲሉኝ ሙሐመድ እላቸዋለሁ፣ ከአንተ በፊት ለማንም አትክፈት ተብዬ ነበረ ብለው ይከፍቱልኛል፣ እኔ እገባለሁ፣ እኔ እመራለሁ ያሉት ሰው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም
كبر سيكو فرايتو دنگتو بفزيعة بدعم دنگتو تنبرككو القسو انباتشو مريتن عرسو كذا ما كرساتو هيدا وندمو اچه هوي هلاشنو اكلنن ودزي ممداتاشن اي كرم ودزي لمن مدابسكن زوج جسنا درجا تزجع جوا يا نبي عليه الصلاة والسلام يا خيرا يا الله فرات شيء يعني مثله كبرنا خيرا مزيل كفرة كسرت وقتلوا ثلالك يسوع مرتوا تشالوا صحابك أبو بكر عمر عثمان فرونا تلي ثلاثة ناس يسجدون بر الله نيم مزنون بجنة تبصرون ماله سيموت عرشة كتكت الله شوم ماله سباشي ملاك وردو جنازة شنيشن يم ماله سعد بن معاذ سيموت سباشي ملايكا ودمدر وردو مايوك جنازة ونشنيثا نبيو سيرامدو بتاتاچو بغراچو تاتچاف تجنانكو سيرامدو صحابوچ يتواچو لمن يچانن نكار اسفسنلو تيلل ديو سيلواچو انانتا ماتايوت خلق كزوريا يالله يسعدن جنازة لمشنيت سباشي ملايكا مدر لاي وردوار بزي ملكو تشكمو وسدو سعدن تكبروت بهالا تجرسو فلما سوا قبرون كاستكاكلو كدلدلو بهالا دغاغمو سبحان الله سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم صحابوچم يساچون چوكبلو دغاغمو وبزا سبحان الله مال التكتلو ابروچو سبحان الله كذا مندنو سيلواچو لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره عليه الصلاه والسلام يهاهن سباشي ملائكه يشنيو دغو يا الله باريا قبرو اطبقو يازو هونالو عليه الصلاه والسلام سيموت يا الله شي تنغدغدلت سباشي ملائكة ودمدر وردو يشنيو سعد بن معاذن أبرو سيابكو وستي اللون نيتا الله سياتشو سبحان الله دقاقمو دنقتو صحابوش من نوزي لاتشو يهين دق يا الله باريان العبد الصالح يا الله باريان لدنيا يسميت يمن باريان صالح نو دق الله ميتازسو نو يه صالح زو كبرو التابقو يازو هنا ثم فرج عنه قنسو بمهنو تلو تقلقل تلقك الناس من يزنو كبرهم قبل بيتنيو سبايات بيتنيو سراج ويس كبر أي تبقان يا كبر فتن أي تبقان الله تبارك وتعالى قداتو برتون لهنا للنوك كوانجل للنرك بخير بتفك دول للنبكاك موت بدنقت متون دمي وسلن كموت بهالا من من دما يدنن ميا كبرنم ميا واردنم سراجن لهنا للنوك بخير سرا لنتمد يكبانا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم تولنا فيمن توليت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين اللهم وحي صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا قوي يا متين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى